وينكم يا بنات؟ دلال، ريحانة، وداد، تعالوا لشوف. شوفي يا عمو، شوفي. عدوا لشوف امي، عدوا. حاضر. ايه يا عمو. شوفوا يا بنات، ابوكم بعت لي خبر انه صفيه اخت الباشا جاي تزورنا. يوه يا امو، وليش بدها تزورنا صفيه خانو؟ بدها تزورنا لانه جايه تخطب لاخوها الباشا. ليش، مين بده يتجوز الباشا يا امو؟ اكيد انا يا امو، لانه انا احلى وحده بيناتكم. لا حبيبتي، اكيد انا مو انتي. ايه لا حبيبتي، انا الاحلى. شو يا امو، مزبوط ولا لا؟ خلصوا انتو التنتين، لانه الباشا بده يجي يخطب، ما على حلاوتكم يا امو. بس انا الاحلى. لا حبيبتي، خلصوني بقى، ما عاد في وقت هلا، ما بقى الا يجوا. بتحملوا حالكم، بتفزوا، بتنطفوا البيت، هيك تعملوا مثل البروانة انت وياها وياها. سمعانين؟ لعيوني يا عمو. ايوه يلا بسرعه. قوام رح تختارني انا؟ لا اكيد انا. قال قالوا له يا حواجبه يا عيونه، قالوا له بكره على المغتسل ببان. ايه شو فهيمه، ما شاء الله حولك. بسرعه دنيا حتى. حاضر يا عمو، حاضر. رح يختارني انا وحياتك. شوفي الى انا. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. بستان ورود يا أم أكرم، بستان ورود. تسلمي يا رب، تسلمي. والله خجلتينا، شرفتونا وآنستونا. الشرف إلنا يا أم أكرم، أصلكن ونسبكن بيشرفنا وبيشرف كل بكاوات الشام. تسلمي يا رب، تسلمي. يعني الواحد يحكي الحق. ما شاء الله عليكم، سمعتكن سابقتكم بكل الحارات، أدب وأخلاق وحشمة، وكله من كتيره. مشان هيك صفية خانهم اجت لهم مشان تخطب وحدة من بينات لأخوها الباشا. يا ميت أهلا وسهلا، بتشرفونا. هاي هالبنات صبايا قدام منكن، نقي واستحلي يا ست صفية. لا يا أم أكرم، رح اختار بعد الاختبار. رح تسألون سؤال بسيط وصغير، وبدها كل وحدة لحالها. يلي بتعرف تجاوب عليه رح تكون من نصيب الباشا. فشو قلتي؟ اسمعيني يا وداد، هذا الاختبار رح يحدد الزواج. في مشنقتين وفي ثلاث أشخاص، أبوكي وجوزك وابنك، وإنتي لازم تختاري واحد بيناتهم يضل عايش. مين بتختاري؟ بختار زوجي يعيش. اختار ابني، لأنه هاد من لحمي ودمي. ما بقدر، ما بقدر أتركه. بس يا خانم، أنا كنت بدي أقول لك أنه أنا بدي اختار أبي، لأنه البنت ما إلها إلا أبوها، هو عزوتها من هاي الدنيا كلها. شو يا ريحانة، هي ثالث مرة بنسألك ولهلأ ما جاوبتي. أبوكي ولا جوزك ولا ابنك، مين بدك اياه ينشنق؟ اخر مره رح اسالك هذا السؤال، مين بدك يضل، ابوكي ولا زوجك ولا ابنك؟ جاوبي. هي بلاكي بقتلك، ولك قديشك حوبة، ولك ليش ما أجاوبتي؟ ليش؟ إيش كان أنت ما بدك تتجوزي، فأنا وأختك بدنا نتجوز، ولك هذا الباشا، لك الباشا مو حي الله. أختي أنت ما جاوبتي، خلص أنت شو بدك فيني؟ أين بلا جاوبت، وأنا متأكدة أنه رح تختارني، لأنه أنا مو بس الحلوة بيناتكم والأذكى كمان. وأنت دلال شو جاوبتي؟ أنا اخترت ابني، لأنه حسيت أنه هذا الجواب الأفضل. شنو صفية خانم ما
محرومة من الضنا. قلت لحالي أكيد حتختارني لأني اخترت الابن. ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك، حوطتك بأنوار النبي. قديشك فهيمة وذكية. بعدين بتعرفوا أنا شو اخترت؟ قلت لزوجي. بعدين يا بنات، صفية خانم ليش رح تتحمل كل هذا الاختبار؟ مو مشان تأمن على أخوها الباشا وتعرف إنه البنت اللي رح تنقي له إياها رح تختاره على كل الناس؟ إيه بس بعدين غيرت قالي وقلت لأبي. بتعرفوا ليش قلت لأبي؟ مشان تعرفوا إنه إحنا بنات أصول وما عم نتخلى عن أبونا؟ لهيك رح تختارني أنا؟ صفية خانم رح تقولكم شو قررت ومين اختارت. اسمعيني يا أم مكرم، بناتك يخز العين عنهم، كلهم حلوات ومؤدبات وبياخذوا العقل ومربايات على الغالي. أنا عملت هذا الاختبار لحتى أفهم أعل كل وحدة فيهم. لما سألتهم هذا السؤال، مين بتختاري، أبوكي ولا زوجك ولا ابنك، في أسئلة بالحياة ما فينا نجاوب عليها، في أسئلة بالحياة مستحيل إنه نجاوب عليها وما لازم نجاوب، لأنه نحن ما فينا نختار بين الأب والزوج والابن. لهيك سألتهم هذا السؤال. المفروض يكون الجواب على هذا الشيء الصمت. بنتك وداد أول شيء اختارت الزوج، بنتك دلال اختارت ابنها، رجعت وداد واختارت أبوها، وكلهم كانوا غلط. أفضل جواب على هيك أسئلة هو الصمت. واللي رح تكون زوجة الباشا هي يلي اختارت الصمت على السؤال، واللي هي ريحاني. الواحد يختار بين قلبه وروحه وأنفاسه. الأب هو سند البنت وملجأ بالحياة، هو اللي رباها وكبرها وقواها. الأب هو قوة البنت، والزوج هو اللي سترها وغطاها، هو رفيقها وشريكها. أما الابن فهو قطعة من روحه، قطعة من قلبه. فكيف هي البنت تختار بين هالثلاثة؟ لك أنا بختار موت وما أنحط بهيك موقف. أنتي لما خطبتي بنتك يا فريدة؟ لفهمي، ابن أبو فهمي يلي كان عنده بوايكية وتوفى هو وشاب إذا بتتذكروا. أمي حكمات، أنا أبي وأمي توفوا من زمان، ويلي رباني ستي الله يخلي لي اياها ويطول بعمرها، وجدي اللي بتعرفه الله يرحمه. انا مالي موافق على هالجوازي. يلي عم تعمله عيب يا سيد حكمت، عيب. العيب يا كريمه هو اللي بيعمل عيب، وانت بتعرفي اكثر وحده، صح ولا لا؟ هذا الحكي مو وقته. لا وقته. انا صار لي 50 سنه نايم على جرحي وساكت، ما عم بحكي لحدا. هالجوازي باطله باطله. بس يا جدي انا مالي جدك، وما عندي بنات اعطيك اياها، وانا كمان ما بدي اياها تكون كنتي، لا بحلال لا بحرام. لكان خذي حفيدك ونلعي برات البيت. اسكتي انت، اسكتي. يلا شو عم تعملوا هون؟ يلا نلعوا نلعوا. هذا اللي كان ناقصني. يلا مشان الله فهمني شو القصة. ولا كلمة انتي التانية، ولا كلمة. على مهلك ستي، على مهلك. على مهلك، الله يقويك ويخلينا اياكي. بس انا صراحة والله ما عم بفهم شو اللي صار. شو ستي؟ ما عم بفهم شو اللي صار. بسم الله عليكي، بسم الله عليكي. صار لك شيء؟ لا ستي لا. أكيد؟ لا ستي أنا منيحة. طيب ساعديني ساعديني لوصلك على البيت وروح جيب لك الحكيم. يلا. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. إن شاء الله الحمد لله على
على سلامتك، قال لي الحكيم انه ما فيكي شيء، وساويت لك هيك كاسة زهورات تروي حالك فيها ستي. سلم ايديك يا حق. صحتين وانا. ستي. انا ما بدي اكسر لك قلبك. بجورية مو من نصيبك. قلب بنتي بتتمناك وبتتمنى ظفرك. طيب ليش ستي؟ فهميني. لأنه جدة ما بده يعطينا إياها لو شو ما صار. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ليش جدة ما بده يعطينا إياها؟ يا سيدي جدة لجورية دائما كان يتخانق مع جدك وأبوك الله يرحمهم. أيوة. طيب ستي ليش كانوا يتخانقوا مع بعضهم؟ خلصنا بقى ستي، لسه عم تسألني قلت لك ما في نصيب، خلصنا بقى، حاجة تعذب حالك. لا ستي ما خلصنا، وأنا ما لح أتجوز غير جورية. خير على بعت وراي بدك ياني. صح بعت وراك مشاني ترمي الطلاق على جورية. جورية ما لح طلقها جدي. أنا مالي جدك وبدك تطلقها ورجلك فوق راسك كمان. جورية مرتي وعلى سنة الله ورسوله، ولو شو ما صار ما لح طلقها، والعرس بده يصير بوقته. لك العرس ما بيصير لو على جسدي وبدك تطلقها خاوة أو أتاوة. ولك ليش؟ فهمني ليش بدك ياني طلقها؟ سأل ستك وهي بتقلك. لك سألتها لستي وقالت لي إنه ما في شي. لا في كل شي، لأنه الغلط راكبها من رأسها لأساسها هي وجدك الحرامي. لك جدي حرامي؟ لك عم تحكي عن زلمة ميت الله يرحمه؟ الله لا يرحمه ويغمق له بقبره وإن شاء الله بينكوى بنار جهنم. ولك ليش هيك عم تحكي عن جدي؟ لك ما لح لك ما لح تطلقها. يلا لشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو السيرة؟ بس فهمني لوين شاحطيني؟ امشي وبالكركون بتعرف. لك شو بدي أعرف؟ ليش شاحطني؟ بس خليني خبر البيت يعرفوا وين أنا. ما قلت لك بلا حكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ليش بتعرف؟ سيدي هذا الحكي مو مزبوط بالمرة. يعني أنت ما تهجمت عليه وبدك تقتله بنص بيته؟ يا سيدي شلون بدك يعني اهجم على واحد بمقام جدي؟ هذا الحكي مو مزبوط، هو اللي بعت وراي على البيت وانا رحت لشوفه. كذاب سيدي، كذاب سيدي، بيلتق بالصرمايه. لك هجم علي وبده يقتلني، لو ما دافعت عن حالي كان قتلني على الخالص. سيدي سيدي بامكانكم هلا تشكلوا دوريه وتبعتوها لعنده على البيت وتسالوا العيال اللي قاعده هنيك، واذا كان كلامه صح اعمل اللي بدك اياه فيه. ماشي روح شكل لي دورية مشان نروح نسألهم. لا 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 سيدي، لا لا منحلهم سيدي منحلهم. ماشي رح اتركن هالمرة تروحوا بدون ما كتبكن تعاقد، لأنه هذا يعتبر ادعاء كاذب. الله معكم. يلا يلا امشي. اسمعي جورية، أنا جاي أخصمها بيناتنا. شو قصدك فهمي؟ قصدي انه في مشكلة كبيرة كتير بين جدك وابي الله يرحمه. وجدك اذا دري انه بدي اياكي واتجوزك ما رح يعطيني اياكي حتى لو بدي موت. ايه وشو يعني؟ يعني ما في غير حل واحد. اللي هو؟ نعرف سوا. ايه والله امي لحتى تموتني وجدي يشختني اذا دري وبهالشي. ولك شو بده يساوي يعني؟ بس فاهمين شو بده يساوي؟ شو عم تعمل هون يا فاطي؟ جدي مشان الله، جدي مشان الله، جدي مشان الله، مشان الله يا مشان الله. والله لا شدك على البحر. يلا انا بمشي. ولك اتركها من ايدها، اتركها. عم تعلمها الغلط يا فاطي، عم تعلمها الغلط وتبهدلنا قدام الناس، عم تعمل مثل جدك. ولك جدي صار تحت التراب وما دخلوا بالمره. انت اللي عم تفشل هاي القصص، وانت كنت بتعرف موعد عرسنا وفشلته. وهذا اللي بده يصير. ولك ليش؟ ليش هذا الشيء ما يصير؟ لانه ما بدي حفيدتي تتجوز حفيد الحرامي وتتعذب معه. جورية شو دخلها؟ وانا شو دخلني بقصصكم؟ لك اكيد رح تطلع مثل جدك حرامي وقاسي القلب، واكيد حفيدتي رح تتعذب معك ورح ترجع لي اياها مطلقه كمان. ولك فهمني بس جدي شو عمل لك؟ شو ساوالك؟ لك غشني، سرقني بالوقت اللي كان عامل حاله اعز اصدقائي، مو بس هيك اخذ مني البنت اللي كنت بحبها وبدي اتجوزها، وتجوزها هو.
قصدك ستي؟ اي نعم ستك كريمة. شلون صار؟ هذا كنت انا وياه، هو منتوف وانا منتوف اكثر منه، ونوينا نشتغل مع بعض ونجمع مصاري، والحمد لله الله اخذ بايدنا وجمعنا مصاري. وانا اجى لعندي وضحك علي وقال لي عندي قطعة ارض كبيرة بدنا نشتريها وشاركك فيها. قلت له ايه، لك انا من غشمنتي اعتبرته رفيقي وحبيبي وصديقي، وأمنت له ووثقت فيه وعطيته ثلاث ارباع حق الارض، بيحمل ضربة طريقه من قفا ظهري وبيخدر فيني وبيكتبها كلياتها باسمه وبيقلعني منها كمان. جدي ما بيعمل هيك. لا جدك بيعمل هيك واكثر من هيك، واذا مالك مصدق روح اسال ستك كريمه شوف شو عمل مع ابوها. ما رضي يعطيه المصاري واشترط عليه شرط لحتى يجوزه كريمه. ايه لا تستغرب، لك ايه هذا هو جدك. بوس ايديك تقليلي اذا كان كلام حكمت صحيح ولا لا، إنه جدي وأبي ما كانوا لا شرفاء ولا عادلين وإنهن حرامية. احكي كلام حكمت صحيح. جدك كان كتير قاسي وحرامي، بذل الناس وبيبهدلوا. أنا عشت معه كل هالسنين غصب عني، هو بيعرف انه انا ما بحبه. لك ليش؟ ما طول عمركم كنتوا عم تربوني يكون عادل وصادق وما اكل قرش حرام. الاخير بتفاجئ انه انتوا أبوك ما كان هيك. أبوك كان يساعد الناس ومانو ظالم وكتير حباب وصادق، بس لما مات جدك انكسر، انكسر كتير. هذا الحكي كله ما بيفيد أبدا، ومن هاللحظة لازم يرجع لهم كل شيء، لأنه أنا ما بقبل حدا يحكي علينا بكلمة هالقد. أنا رح أتصرف. شلون؟ تفضل. شو ها؟ هاي الورقة تثبت انه نص المالكانات تبع جدي صارت باسمك. انا مصاري الدنيا كلها ما بتهمني، ومصاري جدك ما بدي اياها. بس هذا حقك. عم اقول لك ما بدي منكم شيء. انا ما عم تصدق عليك، هذا حقك ولازم تاخده. وليش بقى؟ لانه انا بحياتي ما اكلت قرش حرام ولا سرقت. سمعتي نظيفة مثل المسك، وبإمكانك تطلع تسأل عليها أهل الحارة كلياتهم وهنن بيقولوا لك مين أنا. وإذا ما بدك ياهم اكتبهم باسم جورية. وهذا اللي رح يصير، رح اكتبهم باسم جورية. إيه طالما حلينا القصة خلينا الكف هي اللي وقفته. إلي شرط. شو هو شرطك؟ الشرط اللي إلي إنه تقبلي تتجوزيني. إيه بس مو ظابطة،
بعد هالعمر وانا عم جوز حفيدي؟ ليش كريمه خانم؟ والله بعدك ست الصبايا. شو قلتي؟ لكن الله وافي، خلي تصير فرحتنا فرحتين. موافقه. السلام عليكم. أهلين سهلين. أهلين 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 بالخانم. كيفك أبو فارس؟ أهلين سهلين. أهلين وسهلا. سمعت إنه جبت بضاعة جديدة وتواب جداد كمان. لا أمين، لك الكلام مو صحيح. امبارح إجاني الخبر. يعني ما بدك تفرجيني إياهم ولو نحن جيران؟ لا مو هيك القصة، بس القصة إنه ما فرقت البضاعة لسه. جاي على بالي اخذ من عندك قماشة تكون حلوة كتير، مزركشة مرتبة الوان حلوة، هيك بدي اياها. في؟ ايه شكرا. هيك هيك شوي. تفضلي شوفي هي القماشة. يا عيني والله شي بيطير العقل. شو هاللون؟ شو هالشكل؟ شي بياخذ العقل. ايه انا ما بجيب بضاعتي من اي مكان، بجيب ايام من بغداد، من السند، من الهند. هيك شو فيها شو فيها؟ مشان هيك انا بجي لعندك. هاي اهلا وسهلا على راسي. الله يخليك. بتقدر تقطع لي كم دراع يكون بيناسبني الي؟ هاي شو عليك؟ وبدي اطلب منك طلب. بدي اياك تودي لي القماشه على البيت، لانه هلا انا لسه بدي اروح على السوق وبخاف تتوسخ معي. هي على راسي. وحقهم؟ شو بدي اكلن عليك؟ اول ما بتجي على البيت بعطيك حقها يحرق حريشك. واحد ابو فارس، بدي اياك تراعيني بحقها. تكرم عينيك. الله يكرمك. تفضلي ام مهدي. هي شقفة ما اشترت لك اياها جوزي هون. وليش ما جاب لي اياها على البيت؟ ولا نحن مو قد المقام؟ لك لا ايوه، شو هالحكي؟ ما نحن قراب على بعض، يعني الباب على الباب، ومثل ما بتعرفي جوزي يقبرني بيستحي. ما شاء الله كله حياة. عم تتمسخري ام مهدي؟ لا ما عم بتمسخر، بس انت بتعرفي جوزي نسونجي وعينه لبرا. هلا هيك كل ما بدي اقعد انا وياكي بدك تفتحي لي هالسيره على جوزك نسونجي وما بعرف شو بعدين. يعني لك انا بدي افهم انت كيف تقبلي على حالك؟ ولك وليه ساكتتي له؟ شو بدي اعمل؟ تاجر قماش قدو دلقه وهالنسوان فايتين وطالعين لعنده، اي مو بايده بده يطلع. يو اسمعوا على هالحكي وانت قبلانه؟ لك شو بدي اعمل يا ام مهدي؟ يعني بدي اخرب بيتي بايدي؟ بدي ضل عم بتخانق انا وياه؟ ومثل ما بيقولوا الطبع بالبدن، اي ما بيروح للكفن. لك الله يطعمني نص براتك. لك يا ام مهدي إن الله جميل ويحب الجمال، يعني بدك الرجال ما يتطلع. إيه أنت مرة إذا بتشوفي وحدة بالطريق ما بتطلعي عليها؟ بصراحة إيه. إيه شفتي شلون؟ لكن بدك الرجال يغض نظر. إيه والله والله لو كان جوزي كنت فرمته فرم. إيه منيح اللي الله أخده وريحه منك. لكي أم مهدي أنا كمان بغار على جوزي وبخاف عليه، بس بنفس الوقت بقول لحالي يعني ليش لحتى فوت حالي بالمشاكل والأخذ والعطاء والزن ووجع راسي؟ يعني إذا الشغلة على البصبصة أي بصبص ليشبع. طب بركي صارت شي قصة بعد البصبصة. إيه لا أستي ما بيصير، جوزي وبعرفه. أنت متأكدة؟ يا أم مهدي والله لعيتي لي قلبي. يا ستي إذا صار ما صار لا سمح الله، فرب العالمين شايف وعارف، هو بياخد لي حقي. الله يسامحك، الدنيا رمضان عم تخلينا نحكي شغلات ما قلنا فيها. الله عليك يا أم فارس. شو بدي لك؟ شو تقبرني؟ أعطيتيها القماشة لأم مهدي. إيه لكن أعطيتها إياها وأعطتني حقها، وبجيب لك لا يعني. لا خليهم لك، خليهم لك. إيه تقبرني، روح ربي يرزقك ويعطيك ليرضيك. الله يسلمك. ابن عمي أنت ليش ما بتعطيها وش لأم مهدي؟ والله المخلوقة إجت لعندي ومكسور خاطرها منك. لك يا أم فارس ليش حدا بيشوفها؟ وبيضلوا مسرور الخاطر، أول ما جيت عندي رفعت الملاية وفهمك كفاية كسرت خاطري. الله عليك يا ابن عمي شو دمك خفيف.
هلا هي بيني وبينك مخلوقه ما بها شيء، بس انت ما بعرف ليش ما بتطيقها. لك ما بتنزل لي على معدي، ما بتنزل على معدي، دمها تقيل يا طامره. والله؟ ايه. قول لانها كبيره ومالها صبيه مثل هالبنات الحلوين الفرفوشات اللي فايتين وطالعين لعندها. الله عليك يا ام فارس، كشفتي مشاعرك. لك ان تقبرني لك، ما حدا بيكشف الرجال مثل مرته، وما حدا بيفهم طبعه مثل مرته. الله عليك يا ام فارس، قديشك مرأة حلوة وهنية وما بتحبي النكت هذا امشي. لك لا تقبرني، لا مو قصة اني هنية، قصة انه انا بوثق فيك. اه شلون يعني؟ يعني تقبرني، أنا بعرف إنه أكثر من البصبصة والمغازلة ما في، بعرف يعني إنه أنت ما بتتعداها لهي الحدود، ليش؟ لأنك بتخاف من رب العالمين. الله يجيرنا وما يتوهنا رأيك. مين اللي جانا بهذا الوقت؟ بيكون هذا السقة تقبرني. أيوه قومي أعطيه جارتين، خليه يملينا يا أمي. أي على راسي. خالتي الله يوفقك، روحي معي على السوق. والله ما بقدر، عندي مباركة بالحارة الثانية. يا الله ما منطول، سقط لقط. انت شو بدك تشتري من السوق؟ بدي مر لعند العطار وبعدين بدي روح لعند ابو فارس. ابو فارس ما غيره بيع القماش؟ لك ايه ما غيره، بدي روح لعنده قطع قماش ثاني فصله فصتين للعيد. أنا ما بدي روح لعند أبو فارس لأنه كل ما بيشوفني بيقلب خلقته فيني. يو ليش عاملتي له يقلب خلقته فيكي؟ أي ماني عاملت له شي، هو سويعاتي، أنا مالي رايحة معك بعدين بلاقيكي. خالتي معقول تتركيني روح لحالي عالسوق وأنا صبية؟ شو بدي يصل لك؟ كل الناس صايمة وما حدا قدران يحكي مع حدا. يلا حبيبتي أنا بدي روح على المباركة والله يرضى عليكي، ديري بالك على حالك. طيب خالتي بلاقي لك بعدين لك. إن شاء الله، يلا بخاطرك. الله معك تقبريني. السلام عليكم. أهلين وسهلين. أهلين يا خانم، أهلا وسهلا فيكي. عمي أبو فارس ورجيني القماش اللي عندك. يا سبحان الله، شو سبحان الخالق، قول ملائكة ونازل من السماء. عمي أبو فارس معلش شوف القماش. عمي يو شو بدي نادي لك لكان؟ بتطلع قد الوالد الله يخلي لي اياه. ايه الله يخليك للوالد ويخلي لك اياه. تفضلي شوفي تفرجي. شوفي هي شوفي هي. حلوين والله. قديش سعر الدراهم؟ ببلاش كله على حسابك ببلاش. شوفي لا شوفي 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 هالالوان هي. لك لا ايوه شو ببلاش؟ ايه ببلاش على حسابك على حسابك. لا اذا هيك ما بدي اشتري، بدك تقلي قديش سعر الدراهم؟ بدي اعرف شو بدي اختار. هلا معقوله يتصبح الواحد بهالوش وياخذ مصاري كله على حسابك؟ كله ببلاش كله ببلاش. يييي على عمرك يبعد لك عمه من حالك. لك شو هاي دمدمة؟ والله لو ورجيك انا بفرجيك. ليجي يا مي سلال يا مي ليجي يا مي من ايد السقا تشرب مي وترقى. ليجي يا مي يجي يا مي من ايد السقا تشرب مي وترقى. اختي ام فارس ما بدكم مي؟ فيجي يا مي اختي ام فارس ما بدكم مي؟ بلا اخي بلا زكاتك عبيلي هي على راسي. يخرب بيتك الهي يخرب بيتك يخرب بيتك على هالعمل يخرب بيتك تدير رمضان، لك مرة شرف، مرة كرامة، يخرب بيتك الله لا يسامحك الله لا يوفقك. يخرب بيتك شفتي حولك ريحة قولي لا سمح. فيجي
مستوى. يستر على اختك بعد عني، يستر على اختك عمل لك بعد عني. الله وكيلك وكيل السبان، ما عاد وديك وجهي، ما عاد وديك وجهي، ما عاد وديك وجهي. مستوى الله وكيلك يا خالتي، مثل ما عم قلت لك هيك صار معي بالحرف الواحد. يخرب بيته من حاله، لهون وصلت معه القصاص. والله العظيم يا خالتي اذا اهلي بيدروا ليذبحوني. لك ما في داعي تقليله، والله ابوكي اذا بيدرى ليروحوا يذبحوا بنكون بشي بنصير بشي. يا خالتي بوس ايدك شو اعمل نوريني؟ لا تساوي شي، قصه وخلصت، بس انا الحق علي لازم كنت روح معك. يبعث لحمه ليك لهلا بدني عم ينفض نفض منه. خلص قلت لك انسي القصه والسيره، وربك إلا ما ياخذ لك حقك، والكاس اللي شربك منه إلا ما يشرب منه هو. الله لا يوفقه إن شاء الله. العمى أنا شو بنت بحالي؟ لك بلكي البنت راحت والد لأهلها شو ساويت؟ والله تصير سمعتي بالأراضي بين العالم والناس والله، ويمكن ما حدا يجوز دكانتي ولا يشتري من عندي شيء. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم. اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. في جوي زلالي ومي من إيد الساعة تشرب مي وتروح. مستوى يستر على أختك بعيد عني، يستر على أختك عمل لك بعيد عني. الله يوفق، والله ما عاد ورجيك كل شيء، والله ما عاد ورجيك كل شيء. مستر والله ما عاد ورجيك كل شيء. شو صاير له؟ غريبة. مرحبا فاري. أهلين ابن عمي. خير شبك شوفي؟ ما في شيء يا عمي، ما في شيء. فارس شايفك مقلوبة، خير؟ وشك ما بيتفسر، احكي لي شوفي. تعبانة، تعبانة شوي. فارس لا تخليني عصب، بيفسد الصيام يا. قولي لي شوفي، احكي. طيب تقبرني، طيب بحكي، بس وعدني انك ما تعصب. لك بوعدك انه ما اعصب، خلاص ما راح اعصب، احكي لي قبل ما يفسد صيامي اعمل لك، احكي لي شوفي خير. هذا يا سيدي قبل شوي سمعت صوت السقه عم ينادي مثل العاده، قلت لحالي بدي خدي هالجره خلي يعبي لنا اياها مشان نشرب مي تازه على المغرب. ايه فتحت باب السقه وناديت له واجا لحتى يعبي لي المي. ايه كملي كملي، لا تسكتي كملي. هذا يا سيدي مديت ايدي لحتى ناولوا الجرة. شو؟ جملة يحكيها انطقيها. لا لا يوفقه ولا يسامحه. أمسك لي إيدي وأصل لي عليها. يخرب بيته على هالعملة إن شاء الله، يخرب بيته، الله لا يوفقه. مسك لك إيدك وعص عليها؟ إيه بس أنا ما خليته، دغري سحبت إيدي منه. يخرب بيته، لك ما في عنده كرامة، لك ما عنده دم، لك لا راعة، لا حرمة بيت، ولا حارة، ولا جيرة. الله لا يوفقه. لهالسبب لما شفته على الباب ركض وهو عم يقول لي بحياتك ما عاد تشوفني، بحياتك ما عاد تشوفني يا فارس. ان شاء الله بعمره ما بيرجع لهون. الله رب العالمين وصل لك رساله يا فارس. الدقه بدقه وانزدت زاد السقه. وين سرحت ابن عمي؟ ها؟ لا 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 ما في شيء، ما في شيء. استغفر الله، استغفر الله العلي العظيم. أبو فارس أنت عامل شي غلط؟ لا 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 عادل. إيه عادل؟ اسمع عمي، أنا ما تعودت بحياتي أهجم على زلمة كبير، بس إنه عمي أبو مرتي يعطي مرتي لحدا تاني هي الله ما قالها، وهذا ظلم، وأنا جاي حتى رجع حقي. تسمعني أخت عمي، عود وروق الحب العسل عندك، عود عود عمي عود. إمتى رجعت لك ابني؟ عمي بعد الكلام اللي سمعته بالحارة
بعد في كلام بنوب انك تخطب مرتي لحدا تاني ولساتها على سمتي وتستغل غيابي بالعسكر. هذا ما بيفوت بمخي عمي، ما بيفوت بمخي. اهدى لك ابني اهدى، انت لك 4 سنين غايب وبالشرع وبالقانون بنتي بحق لها تتجوز. لا ما راح يفيد الكلام عمي. ليتني انا قدامك ورجعت بدي اقول لك كلمتين. بكره الظهر اذا ما كانت زهره فاسخه خطبتها والله العظيم لاشرب من دمه لسليم، وانتوا كلكم رح تكونوا ندمانين. عم تسمعني عمي؟ عم تسمعني؟ خير يا أبي؟ حاسستك مو على بعضك. اليوم رجع عادل يا بنتي. عن حق عم تحكي يا أبي؟ ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله. بس رجعتوا ما رح تقدم ولا رح تأخر. أنت مكتوب كتابك على سليم. يا أبي بس أنت بتعرف إني وافقت على سليم غصب عني، وبتعرف اني ناطره انطاره رجعته العادل بالسلامه. الله يرضى عليك يا بنتي، خلاص هذا الموضوع انسي نهائيا، لا عاد تحكي فيه بنوم. يا ابي مشان الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي تخيلك شو بدي اعمل. يا ربي يكون بخير. يا رب يا رب. علي عمي شرب شريه. عادل رجع من اخذ عسكر وعم بيهدد ويتوعد بده زهرة ترجع له. شو وعد؟ زهرة ترجع له؟ ما فشرت عينه؟ ايه والله اذا بتطبق السماء على الارض زهرة ما بترجع له. عمي شو هالحكيات؟ لك يا عمي راجع والشر بعيونه، لك ما بعرف شو بده يعمل. لا تاكل هم عمي، لا تاكل هم. دواء عندي. جايب لك دزة على كيف كيفك. ادريت انه عادل هربان من الحرب وانكم قلبين الدنيا كلها عليه وما عم تلاقوه، مشان هيك انا جايب لكم وينه. شنو هذا واحد مشراني وما بيخاف الله، واهل الحارة يا اخي مو طايقين رجعته. عن جد عرفت وينه؟ كتير منيح، احنا فعلا قلبين الدنيا عليه. الله معك. عمرك حضرت الشاويش بخاطرك. مع السلامة. اليوم اجى لعندي سليم وفسد عليك ودلاني على بيتك، بس هو ما بيعرف انه من وقت سمعت انا بانك هربت من الاخذ عسكر رفعت معروض بانه لقيناك متصاوب وميت. يعني انت مالك سجلات عند الحكومه بنوب، فلا تخاف ولا يكلك فكره.
كان سليم الكلب عم يفسد علي. ايه بس يا خطيته ما بيعرف غلاوتك عندي. الله يحيي اصلك يا شاويش، انت رجال بينشد الظهر فيك. ولو يا عادل، ولك انا بموت وما بنسى فضلك علي لما خلصت اختي من بين ايدين اليوزباشي، لما عرضت حياتك للخطر والموت. ولو الله بحيي اصلك، لكن قلت لي انا هلا اعتبر ميت. ايه هي الخدمه بحياتي ما راح انسى لك اياها يا شاويش، وراح ضل طول عمري سيف بظهرك. الله بحيي اصلك عمي، انت اصيل احلى شاويش. الله العلي العظيم، لك منين اجتني هالمصيبة أنا؟ محلولة يا عمي محلولة، لا تأكل هم شيء. قاعد بمضافة المختار كأنك مختار ولك كلب. عادل عادل يستر عرضك، عود وروق. غسل إيدك، لا تفرح كتير بالمرة، لأنه بأي لحظة تلاقي الدرب فوق راسك ورجعت لمحل ما جيت لأنك فسدت علي. فسدت علي يا ندل يا وصي. ايه مختار، بس هو اللي ما بيعرفه انه انا عند الحكومة ميت، يعني ما حدا رح يسأل عني. شلون ميت؟ أنا رح لك، أنا عند الحكومة ميت، يعني هلأ إذا بتبعك ما حدا بيطالبني بدمك. ما اسمعني كتير منيح، بكرة الظهر إذا ما كنت فاسخ على زهرة بتبعك. تسمع؟ اسمع برا بدمعك. اسمع اولاد، معني منيح، انا ما بيشرفني يكون صهري ندل وفساد. فهمت؟ هلا هلا بتفسخ كتابك يا كلب، هلا. رجعت على الحارة وقالوا لي انك انخطبتي، طار عقلي، صرت مثل المجنون. بس الله كبير، رجع لي الحق ورجع لي اياكي. الله بيعلم يا ابن عمي قديش قضيت ايام وليالي وانا عم صلي وادعي لك لترجع لي سالم. يمكن اللي عملته مع اخته للشاويش المستورة وحافظت على شرفها هو اللي رجع لي اياكي. يمكن، سبحان الله. معلوم ابن عمي، خير بيرجع لأصحابه، وانت شهم وبضاي وما في منك، والله رح بيعطيك على هوانيتك. الله يخلي لي اياك. يخلي لي اياك. شكرا.